نرحب بكم في متابعة جديدة لأهم وأكثر الفيديوهات المتداولة هذا اليوم والساعات القليلة الماضية. أنوه عن بعض من تلك الأحداث من خلال هذه العناوين. هاشتاغ حق دينا ثائر يشعل غضب العراقيين. نزاع عشائري في البصرة وذي قار. جامعة الفارابي تهديد بالهدم والحرق. أصداء فوز المنتخب العراقي على كمبوديا. قصة موجعة من واقع العراق وضحيتها فتاة عشرينية، فمن المؤلم أن تنتهي حياة إنسانة بريئة وتختزل حكايتها بهاشتاغ على تويتر. للأسف هذا ما حدث بالضبط. عائلة عراقية من الديوانية قررت أن تنهي حياة ابنتها بدم بارد، فكيف جرى ذلك وأين وما دواعي تلك الجريمة؟ هذه دينا ثائر. دينا فتاة ضحية وهي أرادت أن تختار شريك حياتها بنفسها، فأحبت شخصاً وقررا أن يتزوجا، لكن هنا اصطدمت بقرار والدها الذي رفض تزويجها للشاب بعد علمه بالأمر، إلا أن الشاب الذي أحبها لم يستسلم وقرر أن يذهب إلى خطبتها بشكل رسمي. الغريب هنا هو استمرار رفض عائلتها لهذا الشاب، ولا نعلم ما هي الأسباب. ومع إصرار الفتاة على الزواج من حبيبها وبعد جدال عقيم مع الأهل، ماذا فعل والدها؟ والدها قام بتعنيفها وإنهاء حياتها بالقتل، بعد أن أقدم أيضا على تطليق والدتها التي قررت هي الأخرى أن تترك ابنتها وحيدة تصارع قدرها لوحدها. حادثة مقتل دينا نزلت كالصاعقة على قلوب ومسامع الناشطين بعد أن انتشرت قصتها على منصات التواصل الاجتماعي، وأصبحت ترند في تويتر، حتى أطلق المغردون واسما هاشتاغ حق دينا ثائر في إشارة منهم إلى ضرورة القصاص العادل من قاتل دينا اللي للأسف ثبت أنه والدها. وحول قضية قتل دينا بنت مدينة الديوانية كانت هناك ردود أفعال كثيرة وغاضبة، لنتابع جانبا منها. هناك تغريدة من يونو دينا تقول: جد الدمعة بعيني لأنها تحب قتلها، ومو شخص غريب، أبوها. هي تتساءل يعني لو هي اغتصبت حتزوجوها اللي اغتصبها على مود شرفكم؟ بس لأنها تحب قتلتوها، والنوب الولد رايدها بالحلال ورايد يخطبها، وانتم رفضتوا هذا. الى اين يا عراق؟ وايضا هاشتاغ حق دينا ثائر. وايضا تعليق اخر من حمزة ابو عراق، يقول: حمزة نوبات، احس روحي محظوظ لان انخلقت ولد بالمجتمع العراقي، القانون مع اهلها بهذه القضية لأنها بمجتمع قبلي وستتحول إلى قضية شرف. ويحكم القاتل 6 أشهر تقريبا ويخرج، وبعدها ويضيع حق هذه المسكينة. هاشتاغ حق دينا ثائر. وهناك أيضا تعليقات أخرى من ماسة الرمادي، قالت ماسة: تخيل تنقتل لأن حبيت أحدهم، بينما مطلوب منك أنه تعيش وتسكت وتتحمل إذا تعرضت للاغتصاب والتحرش وكل أنواع الاضطهاد البشري. هاي البيئة غير صالحة للحياة، إنها مقبرة قائمة على اتهام كل ما هو حي داخلك حتى تفنى. وأرفقت ذلك بهاشتاغ حق دينا ثائر. وبحسب ما يتم تداوله على لسان صديقات الفتاة المغدورة دينا في منصات التواصل الاجتماعي، أن عائلتها تحاول أن
تروج للحادثة على أنها انتحار وليس هناك قتل، مؤكدين أن والدها هو من قام بقتلها وأن ما يتم ترويجه الغرض منه فقط هو الإفلات من العدالة والقصاص. الشغل الشاغل للعراقيين هذه الأيام وتحديداً بالساعات الماضية هي مباريات منتخب العراق لكرة القدم ونتائج الفرق الأخرى اللي ستؤثر على ترتيب العراق ضمن تصفيات المؤهلة لكأس العالم وبطولة آسيا، وأصبح ترتيب منتخب العراق في صدارة مجموعته وهي المجموعة الثالثة بعد الفوز على كمبوديا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد وخسارة البحرين 0-3 أمام إيران، وجاء الهدف الأول للعراق في الثانية 19 بتسديدة من مهند علي كاظم من داخل منطقة الجزاء، وأضاف بشار رسن بنيان هدفا في الدقيقة 23 بعدما تلاعب بدفاع كمبوديا، في حين وقع علي عدنان الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 27، وأيضا سجل سوي واي فيسال الهدف الوحيد لكمبوديا في الدقيقة 54، وسجل صفاء هادي رابع أهداف العراق قبل لحظات من صافرة نهاية المباراة. ومن أكثر مقاطع الفيديو الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة هو حصاد الأهداف الأربعة المسجلة في مرمى كمبوديا. ذكرنا الحكم وبصافرة حكم اليوم يعقوب سعيد الحكم العماني، تنطلق مباراة اليوم يعقوب سعيد ومساعدينه الأول والثاني حميد طالب العماني ومحمد مصطفى الحكم المساعد الثاني الأردني وأدهم مخادمة الحكم الرابع الأردني أيضا كذلك. بالتالي طاقم اليوم تحكيمي ممزوج ما بين أردنيين وعمانيين. هنا كرة خطيرة أولى تصويبة أولى، يا الله ما انتظرنا كثيرا، أول كرة أول لعبة أول صورة وعلى طول الكرة في المرمى، جول 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 بأجمل تصويبة. أي بداية العراقي، أي بداية يا العراقي، السلام على التصويبة يا أسود، أي بداية يا أسود. المنتخب العراقي يعود لكي ينثر رعبة، لكي ينثر اسمه، لكي ينثر تشكيلته. مهدي علي ميمي هو الذي سجل، ميمي هو الذي صوب، ميمي هو الذي أطلق الفرحة في جميع أرجاء العراق. والآن الكرة ممتاز يا حسين علي، حسين علي إلى مهند علي، ميمي ميمي حول الكرة بشكل رائع على اليمين، خطيرة الكرة عراقية، هل تكون الهمام الكرة في منتصف الملعب، التصويبة خطيرة، الثاني لأسود الرافدين، زئير الرافدين يصدح الآن في جميع أرجاء آسيا. يا السلام يا العراقي يا السلام، ممتاز يا بشار، أي تصويبة جميلة يا سارية، وبيسار بشار تأتي الآن الفرحة العراقية، يسار التي تعرف مسار المرمى، ممتاز الكرة تلعب الكرة على يسار الآن، خطيرة قد تكون، حسين علي بالمهارة العرضية بالشطارة البحث عن الرأسية وبعد ذلك ركلة جزاء. نعم موجودة ركلة جزاء يشير عليه الآن حكم مباراة يعقوب سعيد، حكم مباراة يعقوب سعيد يشير لوجود ركلة جزاء. علي عدنان أم كيو سوكس إلى من ينتصر في هذه المواجهة الآن، علي عدنان أم كيو، علي يتقدم، علي 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 يتقدم يسجل جول، يسجل جول جميلة من علي عدنان، تكنيك ممتاز حطها على يمين حارس المرمى، 3 أهداف في 26 دقيقة. هذه قوة الأسود، هذه قوة العراقي، احذر من العراقي فإنه عاد. العراقي يسعى الآن بأن يثبت كلمته ويثبت بأنه هو الفنان، يثبت بأنه هو المرعب في أرضية الملعب. هذا هو علي عدنان، استطاع أن يسجل، تكنيك جميل، تكنيك عالي، حط على يمين حارس المرمى بكل امتياز وبكل. ننتظر ولنرى استغلال منتخب الكمبودي للأخطاء. تصل كرة كيو سوك بينج على التنفيذ، يتركها كيو
الى اللاعب ساث البديل خطيره. اوه هدف الاول ياتي لها لمصلحه كمبوديا، هدف الاول ياتي لها لمصلحه كمبوديا. اذا الركلات الثابته هي سلاح كمبوديا لتحريك الشباك، هي سلاح كمبوديا لتحريك الشباك. كمبوديا يسجل الهدف الاول. اذا الان في هذه اللحظات كمبوديا يعود بهدف ولو شارك العراقي بان ينهي المباراه بافضل شكل وبافضل صوره وبافضل كره. تلعب الكره عاليه طويله اماميه خطيره. العشرات من مقاطع الفيديو المقتطعة من مباراة العراق أمام كمبوديا ملأت منصات التواصل الاجتماعي، وبدا الجمهور العراقي فخورا منتشيا مسترخيا بعد مباراة وصفها مدرب المنتخب كاتانيتش بالسهلة. وغمرت السعادة كل من تابع المباراة بما فيهم أنا، وانقسمت ردود الأفعال ما بين التقليل من قيمة الفريق الخصم فريق كمبوديا وإمكانياته المتواضعة، وما بين سمعة وقوة المنتخب الوطني العراقي. ونحن رصدنا بعضا من تلك الآراء من عدة منصات، وجاء فيها عدة تغريدات. فقد كتب حمد آل حيدر التميمي تغريدة له وقال فيها: المهارات الفردية طاغية على المباراة، بالتوفيق للأسود أسود الرافدين، بس بشار أداء جدا سلبي وغياب تام لخط الوسط. بعدين شنو هاي أرضية الملعب؟ صدوك شذب عبالي بس بالعراق. ولكن كفو من كاتانيتش اللي كسر حاجز الضغط الحرارة والرطوبة في البحرين. نيمار أيضا كتب تعليقا له، هو الاسم المستعار طبعا نيمار وليس نيمار اللاعب الحقيقي الذي نعرفه. نيمار يقول: إيش بيكم يا معودين؟ مكيفين فايزين على كمبوديا، نريد الفوز على الفرق الصعبة، هسه يعتبر هذا إنجاز؟ يعني إحنا فزنا 4 أهداف وسجلوا علينا جول، والبحرين فازت 8 على نفس الفريق مقابل ولا جول من كمبوديا. نشوفكم باللعبة الجاية والتوفيق لأسود الرافدين. سجاد أيضا ألحق نيمار بتعليق له وقال: سجل مهند علي ميمي مهاجم منتخب العراق الهدف الأسرع في تاريخ الكرة العراقية، متفوقا على الساحر الراحل الكابتن أحمد راضي، بعد أن أحرز الهدف الأول في شباك كمبوديا ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022. تهديد في وضح النهار من رجل عراقي في حرم إحدى الجامعات في العراق يحدث بلبلة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية. فما سبب هذا التهديد؟ ومن هذا الرجل؟ ولماذا كل هذا الغضب؟ نتابع. اللي يجي الكلية يسر حسابه غير حساب، وهسه تطلعون، هسه تطلعون، هذا مركز شرطة، وين تريدون؟ أنا وياكم. يلا. ما يد يلعبني وتلعبوني أنتم؟ يلا. يلا ما تريد. يلا لا احجبها والله، والله احجبها، والله العظيم هسه طب الشفر او قعد العماد عليكم، والله وروح ابوي، وروح ابوي. يلا يلا حلالي حلالي وماليكم، شنو المشكله؟ يلا 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 ماليه استاذ عدنان، ست كفايه، ست ايمان، الكل يلا بدون استثناء. والسيارات اذا بقت هسه احرقها كلها، هسه كلها احرقها. اطب الشفر واهدم العمادة عليكم، كانت العبارة الأكثر تداولا بين المغردين في منصات التواصل الاجتماعي بعد أن انتشر المقطع الذي شاهدناه سوية الآن للمواطن الذي يتحدث بحرقة ويهدد أساتذة الجامعة وموظفيها في القسم المالي بإخلاء المبنى على الفور، وإلا سيكون الحرق مصيرهم، كما أنه سيقوم بهدم بناية الكلية بالشفل. وبحسب ما ذكره الناشطون أن الرجل هو صاحب الأرض، وأن تهديده جاء بسبب تجاهل إدارة الجامعة وتقصيرها في دفع أجور المبنى، مؤكدين أن المستملك للأرض مضت عليه سنوات ولم يتقاضى الإيجار منهم، كما أن هناك إنهاء عن أو أنباء عن بيع الكلية لشخص آخر دون أن يكون للمستملك مستملك الأرض علم بذلك.
النقاش الحاد في حرم جامعة الفارابي ببغداد تطور بعد ذلك من التهديد إلى العراقي بالأيدي والتدافع، وقيل كاد أن يستخدم السلاح بعد احتدام النقاش بين كلا الطرفين. وهناك من تواجد في الحدث ووثق ذلك بمقطع فيديو قصير آخر. حادثة العراك التي وقعت في كلية الفارابي الأهلية تفاعل معها الناشطون في منصات التواصل الاجتماعي وأحدثت ردود أفعال واسعة، منهم من وقف إلى جانب مستملك الأرض الذي لم يتقاضى أجوره منذ سنوات وأعطي له الحق بالتهديد، فيما ذهب البعض الآخر من المغردين إلى انتقاد تصرفه مع إلقاء الذنب على إدارات الجامعات الأهلية متهميها بالتجارة وليس هدفها العلم، ومتسائلين أين هيبة الحرم الجامعي وما هذا الحق أو وما هذا الحال الذي وصل إليه العراق. تغريدات كثيرة بينها تغريدة ليعقوب اليوسف يقول هذا هو واقع التعليم بالعراق، مهزلة والله، لا حسيب ولا رقيب، كليات وجامعات ومعاهد أهلية، احسب سنوات وخذ شهادة، والقائمين عليها همهم الربح وجني الأموال لا غير. رسول جمال أيضا كتب تغريدة له فقال يابا الكلية مأجريها وهسه جايبوا الإيجار يريد فليساته ومدى ينطوا حقه، انطوا فلوسه، هم صاحب ملوك هم تقفصون عليه، لو طالب يعني لو طالب مدافع قسط شان بطلتوه. وأيضا أنهى التغريدة يا عيب الشوم. هيلينا ياز أيضا كتبت تغريدة لها فقالت الله يرحم ذيش الأيام من شانه والولد يردون يتعاركون، واحد يقول للثاني اطلع برا الجامعة انتظرك لأن ينفصلون، والجامعة إلها هيبتها مو مثل هسه، لو أكو دولة صح تضع قوانين صارمة وتخلي قيمة للشهادة وللأستاذ اللي شبع رزايل. سيادة العميد الله بالخير. تهديد رجل الدولة وهو قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي بقص رجل كل من يعبث بالسلاح ويتجاوز على القانون ربما لم يجدي نفعا هذه المرة، لا سيما بعدما شهدته البصرة ليلة أمس. وقد يتساءل مشاهد ماذا حدث في البصرة وما دخل تهديد القائد بالأمر؟ ففي مقاطع مصورة جرى تداولها في منصات السوشيال ميديا وثق أهالي حي الانتصار في قضاء الهارثة في محافظة البصرة وثقوا حربا أشبه بحرب النجوم، لكنها كانت أكثر واقعية وجسدت بنزاع عشائري مخيف أو وصف بالمخيف، استخدم فيه مختلف أنواع الأسلحة والرصاص دون معرفة الأسباب، والنزاع راح ضحيته مواطن بريء مع إصابة 3 آخرين. رمي عشوائي من جميع الاتجاهات ورمي ناصي. أنا أخوك دير بالك الباب حلاوه، رمي ناصي كلش على منطقة سكنية بحي انتصار بالهارثة. ما قاعدين جوا السيارة طبوا جوا.
احترقت الدنيا ما تعرف تعرف يا من ما طبول ولا شو قاعد طبول جوا ما قاعد مكتب قاعد طبول شوف شوان الدولة وين الحكومة وين قيادة العمليات جبنا قوة ساندي هاي الهارت ابوي حي الانتصار الهارت حي الانتصار رمي عشوائي من جميع الاتجاهات ورمى ناصي انا اخوك دير بالك رمي ناصي كلش على منطقة سكنية حي انتصار بالهارثة ما تعرف نزاع عشائري بين من وانا احترقت الدنيا ما تعرف تلك المشاهد الحية للنزاع العشائري في حي الانتصار فور ما تم تصويرها ليلا تداولها الناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي وأثارت امتعاض الكثيرين في ظل السلاح المنفلت وإصرار البعض على استخدامه بشكل عشوائي دون أن يبالوا للأرواح التي تزهق دون ذنب فبحسب وصف العراقيين زخم من التعليقات وردود الأفعال نتعرف عليها والبداية مع تغريدات جاء بها زاد المتقين وهو الاسم المستعار لأحد المعلقين قال في تغريدته قبل كانوا يقولون العشائر تحل النزاعات بس اللي نشوفه اليوم هم يثيروها لحد وين الشرطة؟ وين الجيش؟ وين قائد العمليات؟ مو قال انقص رجله وإيده اللي يضرب طلقة؟ أيضا تعليق آخر من حسين الطائي قال حسين عادي تعودنا يوميا صايرة مشكلة بين العشائر فليش تستغربون؟ خذوا الموضوع ببساطة لأن من حق العشيرة أن تدافع عن نفسها بالسلاح وتحل نزاعاتها بيدها ولو ما سلاح شن اندفن كعشائر من زمان أيضا تعليق آخر من شمس الأنصاري يقول شمس الأنصاري بسبب غياب الدولة عن حصر السلاح تتنازع العشائر بالشوارع وتطلق الرمي العشوائي تروح ضحيتها أطفال وناس بريئة نتمنى من الدولة أن تسحب أسلحتهم لأن صاروا يتعاركون مو بس بالسلاح الخفيف وحتى بالسلاح الثقيل الار بي جي والقنابل وغيرها وما حد يحاسبهم الجدير بالذكر أن قضاء الهارثة في البصرة لم يكن هو الوحيد الذي شهد نزاعا عشائريا في الأمس بل شهدت ذي قار أيضا نزاعا بين عشيرتين في قضاء سوق الشيوخ استخدمت فيه أيضا الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مما أسفر عن مقتل منتسب أمني بشرطة النفط مع إصابة 3 آخرين كحصيلة أولية للنزاع كما ذكرت الشرطة إنهاء فور اندلاع النزاع توجهت للموقع وحاولت بسط سيطرتها عليه وفضه إلا أن إطلاق النار العشوائي والكثيف حال دون بسط الأمن في المنطقة أيضا هناك عناوين أخرى وأحداث أخرى أنوه عن بعض منها نبدأها به المرور العامة تضع حدا للعبارات المكتوبة على السيارات والرحلة أول فيلم أنيميشن عربي ياباني حفرة كبيرة تبتلع السيارات في القدس من منا لم يقرأ العبارات المكتوبة على السيارات باختلاف أنواعها عبارات كتبت على الأبواب أو على صندوق السيارة أو نوافذها عبارات أحياناً تثير الضحك وأخرى تحمل معان كثيرة وأقوال وحكم وأمثال شعبية يعبر فيها السائق عن نفسه فبعضهم كتب حتى هدف حياتي طلع تسلل أو كتب شخص آخر أو ساق آخر وراء كل رجل مديون امرأة أو الزواج كالتال صاحبه كتبت باللهجة العامية الدارجة وأغرب ما كتبه سائق سيارة سايبة
عبارة ابتعد 100 متر أمامك مركبة طويلة 48 طن وغيرها الكثير من العبارات اعتدنا على رؤيتها في الشارع. مئات الجمل والأقوال تقرأها وأنت في طريقك وسط الازدحامات فتستمتع بها وتهون عليك مرارة الانتظار في طابور الاختناقات المرورية، ولكن مديرية المرور العامة وضعت حداً لهذه العبارات المكتوبة على تلك السيارات وأصدرت بيانات أكدت من خلالها إصدار غرامة 50,000 دينار على صاحب كل سيارة تحمل العبارات الظاهرة على المركبات الشخصية. وليس هذا فقط، القرار يشمل أيضاً مواد الزينة والإكسسوارات على المركبات والستوتات والتوكتوك وأي مركبة أخرى تكتب عليها عبارات تعتبر غير لائقة. مديرية المرور العامة بتشكيل المفارز أو مديرية المرور تشكيل المفارز بخصوص التوجيهات الأخيرة اللي صدرت لها على علامات والملصقات، هذا أصلاً هي موجودة في ضمن القانون، يعني موجودة في أصل القانون المادة 25 ثالثا، يعني يغرم على ملصقات 50,000 دينار كل من يضع ملصقات الزينة سواء كانت على زجاج المركبة أو كانت على جوانب المركبة، فهذا القانون موجود. يعني العفو تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، احنا قسم محاربة الإشاعة نوضح للعالم انه مو فقط العبارات المسيئة، قانونا كامل الزينة اللي موجودة على العجلة كامل سواء كانت كتابة أو صور. وبما أن هذه القضية تهم الركاب وسائقي المركبات والمارة في الشوارع وكل من يقرأها بالصدفة، أصبح هذا القرار الشغل الشاغل للعراقيين وسائقي المركبات، فبعضهم نفى قرار الغرامة وبعضهم أكد ذلك، والكثير من محبي تلك العبارات وجدها أنها لا تسيء إلى الذوق العام، وهناك أمور أهم على مديرية المرور أن تلتفت إليها كمطبات الطرق والجسور واللافتات المرورية. فقال محمد جاسم وعبر عن رأيه حول هذا القرار وقال: ليش المرور عافة كل مشاكل السواق من الطرق وحوادث الطرق الخارجية والتوعية المرورية؟ وجدتي على الفقرة اللي يريدون ينفهون على نفسهم ويفرغون ضغوطات الحياة عليهم، والنوب 50,000 دينار ترى الغرامة كلش هواية. سالم جابر أيضا أرفق تعليقه حول هذا الموضوع وقال: والله سواق التاكسي سووها بلا ملح ولا يخلون اعتبار للنسوان والعوائل بالشارع أو بالسيارات، عبارات بعضها حتى مخلة بالذوق العام وما ينلبس عليها عقال وكلش واقفة، وين ماكو دولة نظامها المروري ضعيف تلقى بيها هاي الكتابات. وهناك أيضا تعليق آخر من جمال راضي، جمال يقول: كل الدعم للمرور ولرجل المرور، ترى صارت ماسخة، مال تكتبون كل شيء يجي ببالكم على السيارات، هسه هي سيارتك على عيني وعلى راسي، بس الشارع والناس مو ملكك، على الأقل راعوا الحقوق العامة، لو بيدي أخلي الغرامة 100,000 دينار. تقول المعلومات أن الانهيارات الأرضية تحدث بشكل طبيعي لأسباب جيولوجية مختلفة، تحدث خسفا كبيرا أو صغيرا بحسب قوة الانهيار الحاصل. يوم أمس حصل انهيار أرضي تلع السيارات أمام مستشفى شعاري تصيدق في القدس، حيث أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير أظهر المركبات وهي تتهاوى تسقط في حفرة ازداد حجمها مع انهيار الجدران، والحفرة ابتلعت عددا من السيارات المركونة في الجراج. وأمام اندهاش وذهول المتواجدين هناك، صور البعض ذلك الحادث أو ما حصل بكاميرا نقاله ونتابعه. يومين
لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بسبب هذا الانهيار الأرضي الذي شاهدناه، وتجري عمليات البحث لتحديد مكان الأشخاص المحاصرين أو الضحايا، وكذلك تحديد موقع المركبات التي يشتبه في دفنها. وتم الإعلان عن خطورة المنطقة، وطالبت الشرطة الإسرائيلية بالابتعاد عن المكان خشية انهيار المزيد من الأجزاء في ساحة انتظار السيارات. وسرعان ما تهافت رواد السوشيال ميديا إلى الإدلاء بآرائهم حول ما حدث. إليكم بعضا من تلك التعليقات، نبدأها مع أيمن خالد. فماذا قال أيمن؟ يقول أيمن: تحت مدينة القدس القديمة لم تتوقف الحفريات الإسرائيلية، أصبحت تحت المدينة فارغا، وحتى تحت الأقصى لم يسلم من الحفريات. اللهم احمي الأقصى والمقدسات. وأيضا موز عمر يقول، أو معاز يقول: هذا بسبب حق الشهداء. أو معز: هذا بسبب حق الشهداء والمساكين اللي بتاخدوا أرضهم غصب عنهم، مهما فعلتوا فلن تذهب عدالة رب السماء والأرض منكم سدى والقدس عربية إلى يوم آخر يوم في الدنيا. وأيضا تعليق أخير من حازم العراقي، قال حازم: هذه كوارث طبيعية وهي تحدث في كل مكان في العالم بدون استثناء بسبب تشبع التربة بمياه الأمطار أو المياه الجوفية أو ازدياد ضغط المياه المسامية أو بسبب الأنفاق والحفريات كما يذكر في التعليقات. اليابان كان لها الفضل بصناعة الرسوم المتحركة والأنيميشن كمغامرات الفضاء غريندايزر عدنان ولينا، والتي أثرت ثقافتنا في مرحلة الطفولة فتأثرنا بها وما زلنا. اليابان مستمرة بصناعة الأنيميشن، بل تطور ذلك إلى التعاون مع بعض البلدان العربية لصناعة هذا الفن الجميل، حيث تستعد دور سينما السعودية لتقديم أول فيلم سعودي ياباني مشترك يتم إنتاجه بتقنية DX4 في 17 من يونيو الجاري. الفيلم الذي يحمل اسم الرحلة The Journey سيكون متاحاً باللغتين العربية واليابانية، حسب ما أظهر إعلان الفيلم الذي كشف عنه رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل شيخ، والذي عرض في مارس الماضي. والفيلم حكاية ملحمية وفانتازيا تاريخية تعرض الحضارات القديمة في الجزيرة العربية والشرق الأوسط بقالب جذاب وجودة عالية. فيلم الرحلة من إخراج شيزونو كوبون، الذي سبق أن أخرج أفلام المحقق كونان وغودزيلا، وتم إخراج وإنتاج الفيلم بجودة عالية من قبل فريق متخصص من الخبراء في اليابان والمواهب السعودية، وجرى العمل على هذا الفيلم في كل من الرياض وطوكيو بفريق إنتاج ضم أكثر من 300 شخص. وما أن تم الإعلان عن موعد عرض فيلم الرحلة حتى زادت حماسة المتابعين وعشاق الأنيميشن، فانتابهم الفضول لمعرفة أحداث الفيلم، وكتب المئات من رواد مواقع التواصل ردود أفعالهم تجاه الرحلة. فقال بروكلين، وهو أحد المعلقين والمتفاعلين مع هذه الحكاية وهذا الأنمي، فقال بروكلين: أخيرا تمت الاستفادة من تاريخنا العظيم وكنوز ثروة العادات والتقاليد وقصص شخصيات أسطورية وتاريخية مثل أوس بن جبير الإنصاري الصحابي الذي قتل في غزوة خيبر. أتمنى المزيد من هذه الأعمال بكل أنواعها. أما عبد الله المحظوظ فأضاف تعليقه وقال: هاشتاك فيلم الرحلة تجربة سينمائية رائعة ومميزة وحدث ملهم ما تخيلت أبدا، خاصة أنها مستوحاة من تاريخ الجزيرة العربية، أشعر بالحماسة الكبيرة لمشاهدته. وتعليق آخر من زورو، يقول زورو: لماذا يتم الاستعانة بخبرات خارجية على الرغم من وجود تجارب وطنية ناجحة؟ وعلى كل حال
واضح شكله انمي رهيب، والتحريك والرسوم والأصوات عالم ثاني، أصوات المؤدين يجنن، خصوصا صوت البطل. أما رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ فغرد عبر صفحته الرسمية وقال: أول فيلم أنيميشن سعودي يتم إنتاجه بتقنية 4X DX4 بالتعاون مع اليابان. سعيد جدا وفخور جدا وأشكر شركة مانجا وكل القائمين عليها. وكان هذا آخر حدث في مشوارنا معكم لهذا اليوم في متداول فيه، وآخر الأحداث التي تابعناها ووضعناها أمامكم. أكيد سألتقيكم غدا بنفس الموعد مع أحداث جديدة، وأترككم بأمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.